الحرب الروسية الأوكرانية من مغاطس الطين إلى مسطحات الجليد. في الشهر العاشر من الحرب الروسية الأوكرانية يعيد مخطط الاستراتيجية العسكرية نظرتهم حيال مفاهيم حرب المدن وتعقيدات التوبوغرافيا العسكرية، وهي تلك المسؤولة عن تحديد أنسب أنواع الأسلحة المستخدمة في ميادين الحرب. فميدان الحرب في أوكرانيا يستعر من دون هوادة، وذلك مع حلول فصل الشتاء الذي وفر للدبابات والمدرعات وقوات المشاة أرضاً أكثر صلابة للحركة. بعدما كانت تواجه تلك الآليات المدرعة مقاومة شديدة لحركتها في فصلي الصيف والربيع، حينما تتحول الأراضي الخصبة في أوكرانيا إلى كتل من مغاطس الطين لتعطل حركة الجيوش والكتائب. يحل الشتاء وتتركز معارك الميدان الأوكراني في ثلاث نقاط استراتيجية. فشرقاً تحتدم المعارك في مدينة بخموت الاستراتيجية التي تجري فيها معركة على غرار معارك الحرب العالمية الثانية بحسب مراقبين، وإلى الجنوب قليلاً انتقلت دفة المعارك إلى مدينة ميليتوبول المطلة على بحر أوزوف بعد أن طالها قصف أوكراني بصواريخ مساء السبت الماضي. أما أوديسا المطلة على البحر الأسود فقد انقطعت فيها الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص جراء قصف صاروخي حسب ما قال الرئيس الأوكراني. المعارك لا تهدأ ولا ترى أفقاً ناحية طاولة المفاوضات، وخسائر الحرب تتفاقم. فوفق أحدث تقديرات وصلت تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي بنحو 1.8 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، فيما وصلت تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بنحو 346 مليار يورو بحسب المفوضية الأوروبية والبنك الدولي. فمن يوقف حرباً وجدت في الشتاء فرصة للوصول إلى ذروة القدرة العسكرية.